من اعتمر هل عليه طواف وداع؟ لا يلزمه طواف الوداع في العمرة، لكن لو فعله يكون أكمل وأحسن. نعم. هل بعد طواف التطوع ركعتين خلف المقام؟ نعم، الصلاة بعد الطواف مشروعة سواء كان نسكا أو تطوعا، كل طواف السنة أن يصلى بعده ركعتان، إن أمكن أنه يصلى عند المقام هذا أفضل، وإلا يصليها في أي مكان من الحرم تيسر له ذلك. نعم.